اخويا انا فرحان بزاف، اول بنيه غتزاد عندي في الحياه، واحد الفرحه ما وصفش لك اخويا. حنا دابا قمنا بالواجب، وانا نفرحوا بها، درنا داكشي على داكشي على حق وطريق. الحمد لله افضل ديال الصحاب اللي واقفين معايا، الدراري بزاف واخو معايا. انتما كتشوفوا الحفل كيداير، باقي مازال باقي تشوف شي حاجه العربه في هذا الحفل. بروفيت صاحبي مورو خونا تا هو صافي، طرحوا لي الفكره باش نصوروا فيديو كليب داكشي في الدرب 18 وندير لي هذا الاخراج، فهمتيني؟ صافي حطينا الاخراج داكشي، تعبنا خدمنا كايكيب فهمتي، خوت كاملين الحمد لله داز كلشي بخير. احنا السيزيام دابا في طوندون الحمد لله. في الاول في البدايه تكون عادي، تقدر ما تعيش فهمتي، طيب عايشك زيك، ولكن ملي كتكبر الحمد لله كتولي فهمتي، كيولي جماهير كثار فهمتي، كتولي قاعده جماهيريه كبيره في المغرب، وكتكون انت عارف كيفاش كتخدم، ما تبقاش تبع ولا هذيك الخلصه ديال اليوتيوب، كتولي خدم خدمه اخرى اشهارات بلا ما نقول لك راه كفاها انت الدور. عندي جوج محلات، عندي محل كنبيع فيه الحوايج، وعندي محل ديال الجيمين ديال الالعاب خدامين فيهم الدراري، وحنا كنديروا افلام ولايف واشهارات الحمد لله بخير، ما عندناش ما خاصناش فهمتي. الجمهور كنقول لهم يحاولوا يفهموا الرساله ديالي في الفيلم مزيان فهمتي، ماشي يبان لي ما يكملوش الفيلم، دابا هما كيشوفوا داكشي ديال المطر العصابات داكشي، ولكن ما كيكملش الفيلم باش يسالي باش ياخذ ميساج فهمتي. كاين اللي كيشوف البلديه ديال الفيلم ولا با كيقول لي لا ما تفرجش في هذا راه مجرم هذاك الشيء، ولكن ملي الناس اللي كيكملوا اللعيبه كيجيو منهم رجال السلطه جاو شكرونا على ذوك الاعمال الميساجات اللي كنوصلوا فهمتي. تبار كاين شي حاجه اللي كبيره ان شاء الله جايين قدام، كاين افلام كبار فهمتي، شي حاجه اللي كبيره ان شاء الله غتكون في المستوى، وغيكون واحد كاميرا خفيه ان شاء الله في رمضان بصح، فطر لي على بصح كاميرا خفيه فيها البوليس فهمتي، شي حاجه الهربه قال لك نخدموا على دابا. هذه تحيه كبيره لخويا عبدو اللي دوز احسن اسبوع مطق، وتحيه ليه والبنت والصحار ودي زعواشر. خويا عبدو صراحه اللعب وباقي غنعيشوا مع الاجواء غنبلبلوها، اسبوع مطق بين رجوله. خويا اليوم الحقيقه تاع بنت ولدي صحار، وفرحانه انا بزاف بزاف بزاف، وضيت تكبر في عز باها ان شاء الله والله يحفظها. اش نقول لك، هي العين كاين ولكن الله سبحانه وتعالى رقينا بالقران وربي هو اللي حافظها الحمد لله، والناس كلهم عندهم وليداتهم الحمد لله، والا غيشوفوها بعين الرحمه.